هذا يبيع الحوت يجوج عليه يقول لي والله ما تدي انا اعطي الاحسن هاوليك هاوش قعدوا هنا شوف المرشد ناش واش جابوا هنا كم شي المحبة ديالو امين امين طول في عمرك كيف البدر داير كات يعني اسكت اسكت شنو هذا الشيء حوشي الله يرحمه مات شربت من تاع السيارة الدوري طرونفي الدوري شامبيون اللي كوب داج جامي تكرهوا بتريكو غير بيناتهم ان جوبيلي ما داروهاش على المرحوم ان بتيت تورنوا يا خويا مع النادي ما كانت حتى علاقة تاعو مع الشعب في التريبيون فهمتني ورسم الله بوليس يعرفوه هيتو يخلوه يدخل التيران بور لي سيبورتور موش قلبو عيا عيا قلبو عيا عيا من كلش عيا من كلش يعمروا الشرج الماء في الشرشر يحبوا غير يضحكوا جيت قصر ما تحب تضحك معاه قتلوا تاوي هذا حسن عايش مع ملغش انا معايا عايش خويا وعايش معايا فهمتني المشرف انا نعطيه الكسوة انا نعطيه يجي يدوش عندي يرقد عندي كلش عندي مش مخالي باقي يتمرمد برا سي بون خلاص ما كاش يا ماهو يخلق واحد اخر هذاك هذوك من عند ربي موهبه هاد ما كاش واحد اخر يخلق ما ميت مهبل يلحق وقت شويه داخل كاو فقال انا هادوك من عند ربي هذاك يحب يدير المهبل ياكل كاشي باش المهبل انا خرجت ديو ناتيرال ناتيرال ربي خلقهم هكذا كيما روح تشوف الفيديو تاعو الله يرحمه تسمعوا يقول لك انا نحب غير الهول نحب الهول نحب انا غير نشطح ونحب من الاشطاط الله يرحمه حوشين هذا الله يرحمه يا فاتكم هاولي هلارو ترى تاعو احسن قال لي 25 هذا ان شاء الله يدير 60 طون قال لي خويا باش نروح نطم لارو ترى تاعي وندير شهريتي وليد الحي وليد الكارتي تاعنا وربي يرحمه وما تقبلناهاش ونموت حق بصح مره اليامات الاخرانيين هادو مال 10 ايام الاواخر تاوعو من قبل ما يتوفى كان يشكي بزاف وكان عيان وكان يطلب الناس باش شغل يوقفوا معاه يشوفوا قدامنا وكانوا بعد محبين ليه في الحومه تاعو لهنايا وعبر الفيسبوك كانت كانوا يكتبوا بلي الانسان هذا وعيان وعيان اربع ايام هادو الاواخر كان عنده سطر بزاف كان ما يقدرش قعد يعني اربع ايام وهو ينادي وواحد يعني ما مناصر كيما هذا يعني باش تخليه لمثل الجزائر عبر ما قبل ما تكون 58 ولا 48 ولا اللي كانت تعرفه المناصر هدايا يعني خلاوه يروح هكذايا تربى زوالي وراح زوالي حسن دزاير حسن دزاير الله يرحمه واش نقول لك يا اخو حنا ندعيو له ربي يرحمه ان شاء الله متوه الجنه ان شاء الله انا لله وانا اليه راجعون محبوب نحبوه كاع لهنا في بيكور ما في ولايه الاخرين وربي يرحمه ان شاء الله